الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر يعني هو التصرف راح مع الأسف مع أنه أكبر جريمة ارتكبوا أنه قتلوا أكبر مدافع عن الإسلام فقتلوا باسم الإسلام هي هذا الغريبة يعني لكن هذا قضاء الله ومصطفى يعني مات وماتت معه أحلام كثيرة ما حسن يحققها ما حققوا جزء كبير من أحلامه لكن هي قضاء الله فين كان مصطفى؟ هاي عالم العربي وهي الأردن وهالتكريم كله يعني يا ريت كمان كانوا بحياته شوي كمان اللي بده يا كانوا كان كتير كويس كان لو كان اللي بده يا كمان بس الحمد لله أنه فيما ماتوا يقدروا يعرفوا مين مصطفى العقاد إن شاء الله لما يموت ويطلع غيره ويكون عنده نفس المواصفات يقعدوا يكرموه ويستفيدوا منه أكثر من ما استفادوا من مصطفى إرادة الله شاءت أن نفقد هذا الإنسان الكبير الذي رفع اسم سوريا واسم العروبة واسم الإسلام عاليا وكان يهيئ لأعمال فنية أخرى تجسد هذا المفهوم الذي نعتز به خسارة كبيرة الحقيقة لكل العرب لكل المسلمين خسارة لسوريا تغمد الله الفقير يوسع رحمته ولأشقائنا في الأردن نعبر عن تعزينا بالشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة بكل ما تعنيه هذه الكلمة أنا لا.